اللي تلمع اتوقع حصلت اثنين الان راح انزل لهم. شوفوا عند مي الازرق السهم بالضبط هذا اللوكيشن اللي ما يبغى دخلت في احد الكهوف اللي موجودة في الجبل الصغير في راجناروك الجبل الثلجي، والان طبعا قاعد اطالع حولي 360 درجة لا اشوف خطورة. لو حصلت حاجة زي نقدر نشيلها اتوقع كذا لوت كريت، خلنا نشوف نشيله وش اللي فيه اللوت هذا. شعطانا سدل، يلا سدل، ادور على الكريستال وادور على السيليكا. هناك موجود الكريستال، والله مكان مرة كبير، اتمنى ما يجينا. يا ابوي تعطونا سدلات شغلات احنا ما نحتاجها. اتمنى يرسبن مرة ثانية حصلت على كريستال كثير الحمد لله. ننزل الكريستال، ما توقعت اني بحصل على كريستال بالكميات هذه. والله هذا ما ادري هل هو يهاجم ولا ما يهاجم. لازم نبعده شكله. اوه بدينا فروزن، بدينا في الفروزن، لازم اطلع بسرعة وقت ممكن. خلاص بدأ خاوينا يتجمد، لازم اطلع شوف الطريق اللي انا جيت من عنده اطلع منه قبل لا تزيد المشكلة. هذا الفتحة اوكي، جمعنا كريستال كويس الحقيقة لأول مرة، وراح نقدر نعود مرة ثانية للمكان هذا ونجمع زيادة من الكريستال. راحت علامة الفروزن، لكن خلاص أنا قاعد أدور على السيليكا، بروح أدور في الجبل الثلج الثاني ان شاء الله اني احصل. والتقي فيكم هناك باذن الله. راح اشوف حقيقة حصلنا السيليكا في المنطقة هذه. هذه شوف 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 هذه موجودة اللي تلمع، اتوقع حصلت اثنين الان راح انزل لهم. اشوف المكان اللي اقرب لي، اوكي خلنا نشوف انا كم حصلت. حصلت 98، الان موجود اثنين تحت. شوف شوف في واحدة هنا، اوكي عطتني 51. ان شاء الله ما يكون في حيوانات مفترسة، احاول اني ما اسبح، ما اواصل سباحة. مثل ما انتم شفتوا بالطريقة هذه اجي بالطير اللي انا معاي وكذا على وجه الماء. راح اوريكم اياها على الماب كذلك. هذه موجودة مثل ما احنا شفنا في المياه ضحلة. راح اوريكم الخريطة الان علشان تكتمل المعلومة لكم. طبعا في خريطة راجناروك،
في خريطة راجناروك، نشوفها معاكم على الخريطة بالضبط. شوفوا يا جماعة الخير، اللاين 10 بين تقريبا 30-40، يعني لما تنزل تحت على الخريطة بين 30-40 لاين 10 تحصلها في المنطقة هذه. شوفوا عند مي الأزرق السهم بالضبط، هذا اللوكيشن اللي ما يبقى. اوكي الان تقريبا جبنا كمية كبيرة، يعني كمية الكبيرة هذه راح تصنع لنا المادة اللي نبغاها. خلاص يكفي. ايش بلا جوعان. هذا هو، هذا القرش موجود مثل ما انا توقعت كان موجود. اوكي خلاص ما راح ابحث عن شيء الان. ايش دخل القرش في المنطقة هذه؟ خلاص راح نروح الى منطقتنا. عدنا لكم مرة ثانية. حقيقة الكهف حقنا بعد ما حصلنا على كميات كبيرة من السيليكا. نشوف المتل انجت لانها تدخل معاها في المتل انجت. 134 السيليكا كم وزنها؟ مش كثير. راح نحتاج الى هذه السيليكا. عندنا اصبحت السيليكا عندنا كميات كبيرة. نقدر نسوي عندنا 55. نقول ايج، هذه الايج تحتاج الى 250، يعني احنا الان محتاجين 95. محتاجين الى 95. شوف عندنا سيليكا 600 وشوي، وعندنا متل انجت. اوكي جاهز. طيب ليش ما يعطينا الالكترون؟ لازم نشغل. 195 راح يعطينا 100. للأسف يمكن عندنا المتل فيه مشكلة. المتل انجت اللي هو الحديد، معدن الحديد خلص. خلص الحديد، ما في مشكلة. راح نطلع بعد شوي ونجيب مع الأنكي حديد ونضبط أمورنا إن شاء الله. نشوف السيليكا إيش اللي وصلت له، إيش العدد اللي وصلت. لازم نروح نجيب متل أنجت. سيليكا 100-155، باقي لنا تقريبا 100 في متل أنجت. كيف كم أقدر أصنع؟ 68. خلنا أقول لا، صنع لي 50. راح يصنع لي 50. أوكي عندنا فيول، ما في مشكلة. وفي فيول في الجنريتر، عندنا 10 ونقدر نصنع بالفورج فيول إن شاء الله. عندي أويل روك، ما في مشكلة. يا بيضة الدراغون انتي او كذا بهذلتينا. راح ناخذ الانكي ونجيب متل. بشوف في حديد في مكان ثاني عندي، ما اعتقد. خزانات لو دورت ما راح احصل. في 3 هنا، في قليل. اتوقع ما راح نحصل عدد كبير. ما يوجد القليل مرة. محتاج متل، راح اجيب متل بكميات كبيرة اكبر. يا جماعة الخير في حاجة انا اكتشفتها في اللعبة. المود عندنا الخزانات، خلني بشوف اول شيء وبعدين اشرح لكم هذا الشيء.
قدرنا نصنع 205، لسه باقينا كم؟ اقدر اصنع 18. شوف راح يعطينا 18، كويس كذا. اذا عطانا 18 راح يبقى لنا عدد قليل حقيقة، نجيب مثل وبعدها راح نحكم على الموضوع كله برمته ونشوف ايش نسوي. ميتين وعشرين، محتاج الان 35، 35 محتاج. اوكي الان نقدر نسكر، مضطرين نسكر. وش نسوي؟ مثل ما انتم تذكرون في الرحلة جبنا الكثير من الكريستال، الكثير، ما عاد باقي حتى ما اقدر امشي من كثرة الكريستال، وهذا راح ينفعنا في اشياء كثيرة ان شاء الله. باذن الله راح يفيدنا في اشياء كثيرة الكريستال. جمعنا العدد اللي كنا ندور عليه بصراحة، ما كنت متوقع اني بحصل كريستال بالكميات هذه. رحنا نبحث على السيليكا، حصلنا الكريستال. شوفوا الى الان 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000، تقريبا 1000 وزياده. وهذه بعد 98، وهذه سيليكا. خلي انزل الاغراض هذه اللي ما لها داعي، اللي انا ما احتاجها الان. هذول يحتاجون تصنيع سمنتينج بيست اللي هو الواتر جارك. يعني حصلت على تقريبا اكثر من 1000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11176 كريستال. الان جاء دورك يا القنتفس، نشيل الانكي. اوكي يا انكي تسمح لنا عاد شوي، بنعذبك، وراك مهمة تقوم فيها. راح نروح نجمع متل. الله غريبة قامت الطيور تدخل عندنا، لكن ما عليه، هناك راح لهم في ناس بيتصدون لهم بالمرصاد. كأن ال والله هنا موجود بكميات كبيرة، راح تكفيني ان شاء الله. بس اهم حاجة ما يكون فيه احد المتطفلين كذا يجي علينا. وش هذا؟ لا ان شاء الله هذا ما من وراه خلاف. اوكي جمع لنا، انا ابغاك تجمع لنا كميه كذا. اوكي ننزل نطلع منه الطابوق او الاحجار. كل هذه ما نبغاها. نعطيه في الوزن. يلا امش. اوه في حاجة هناك؟ لا لا لا، الامور طيبة. خلاص تقريبا عبى
الوزن حقه فل تقريبا، جا فل. ننزل الصخور وننزل. اوكي 75 طبعا ما راح يجيبوا لنا الشيء اللي احنا نبغاه، نحتاج نجمع 200 300 لان ورانا شغل كثير في المتل. اوب والله، حتى الاخشاب، معقول يبحث لي عن اخشاب؟ ما اعتقد، لو كان الانكي يبحث لي عن اخشاب فهذا كويس. وين الارجنتفس حقي؟ اوكي تحت، ما في مشكلة، نكمل باقي الصخور هذه. انكي ما قصرت، ساعدتنا كثير، نعرف انك شوف لما الانكي يضرب الاشجار يعطي اخشاب ويعطي ثاش، يعني لو كنت انت متكاسل او تعبان ما تقدر تجيب، ما تقدر تجيب اخشاب، فعندك عندك الأنكي، اضرب الأشجار وراح تجيك. لسه باقي، خلنا نطلع هنا في المنطقة دي نكمل عليها، على وعسى نحصلنا 200 متل. الجبل ذا لوتناه خلاص، تقريبا المتل اللي فيه أو الصخور كلها شلناها. ما عاد باقي صخور خلاص. احاول اشيلها بالارجنتفس، جيبه. ان شاء الله يقدر يشيلها مع الحمل او الوزن اللي معاه. يقدر. اوكي كويس. يعني الجنتفس شال من الاوزان، شالني انا وشال الانكي باوزاننا والاوزان اللي معاه. وش اللي صار؟ وش اللي حصل؟ وش اللي حصل؟ وش اللي حصل؟ معارك؟ وش اللي صار؟ وش اللي حصل؟ يا وش المشاكل هذه؟ هذا الطير جاب لنا المشاكل. في حرش، في تجي احيانا مشاكل. خلنا اروح اشوف ايش المشكلة علشان ما يسبب لنا مشاكل مرة ثانية. هذا الطير وين راح انت؟ ايش مشكلتك؟ اقول شوف وين قاعد. اوه 130 انثى ولا ايش؟ ذكر. لا خلاص خلاص، قامت المعارك معاه. تعال تعال اطلع اطلع اطلع، فكنا شرك. خلني اطلعه، خلي يطلع للحياة الطبيعية مرة ثانية، ما ابغى معاه مشاكل. كان ودي اروضه لكن ما ابغى، ما ابغى. وش ابغي فيه؟ عندي ما هو افضل منه. اطلع اطلع اطلع، ضيع طريقك وانا بدليك طريقك. الحلقات الماضية كانت عامرة حقيقة بالبحث استقصاء عن مادة السيليكا وعن مادة الأبسايدين تقريبا،
وحصلناهم مع السمنتينج، مع مثلا النجرام كنا احنا محتاجين نصلح الايج هاتشينج اللي هي تشتغل تقريبا ممكن على الكهرباء او ما ادري، راح اصلحها ان شاء الله بعد شوي. جمعنا موارد كانت اخذت علينا وقت طويل، وبحث في الخريطة، ورحنا مكان منه ومنه عشان نجمع السيليكا شوي. كان مكان القنادس ما يكفي لصناعة العدد اللي احنا محتاجينه، فرحنا بحثنا 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 حتى حصلنا في اعماق البحر، مش اعماق البحر، على السواحل في مادة السيليكا حصلناها، اتوقع ممكن موجودة في زي الحلزونات او كذا تقريبا، يعني حصلناها في البحر، وان شاء الله راح أوريكم وين مكانها للي وده ويبحث عن مادة السيليكا إذا ما كفت المادة السيليكا اللي موجودة عند القنادس. أوكي، الآن ودي أوريكم بعد حاجة ثانية تم التوسعة. شوفوا كان عندنا هذا مكاننا حدنا، تم التوسعة البيس حقنا بالفانديشن واشتغلنا عليها شوي، والوضع أحس أنه الآن بدأ يكون أفضل. عندنا مثل ما قلنا لكم، راح اليوم أو راح نوريكم تصنيع إن شاء الله الإيج هاتشينج. خلاص اكتملت الموارد الحمد لله، أخذت من عندنا 500 متل انجت، بوليمور 350، والكترونيكس 250، كريستال 200، والسمنتينج بيست اخذت 100، والان راح نصلحها، راح نسوي التورن اون للفابريكيتر. ليش بلاها؟ يو ماست ليرن ذيس انجرام. اوكي ما في مشكله، عساها موجوده بس هيك. يكون هذه بالتسعة وثمانين يا ناس، الله بعيدة يعني علينا. معقول؟ معقول؟ نهاية حلقتنا لهذا اليوم اللي قضيناها تقريبا بالتنقل من مكان لمكان للبحث عن موارد خاصة بتصنيع الالكترونيك اللي هي السيليكا اللي لونها ابيض كور بيضة، وجمعناها وجبناها، وفعلا جبنا كميات كبيرة ودمجناها مع المتل انجت علشان نصلح او نصنع اللي تساعدنا في تفقيس جميع البيض. هذه وجدنا ان احنا نحتاج الى تعلم هذه من الانجرام، واحنا ما وصلنا فعلا، ما وصلنا للمستوى هذا اللي هو 89. طيب في حاجة ثانية اللي هي يسمونها الهاتشر، فيها دودو او كذا تقريبا، هات وقع كذا، هذا طبعا يكون في مود ونزلته فتحته يعني، لكن الإشكالية انه يحتاج الموارد اللي موجودة يحتاج ثاش ويحتاج الى مادة الكيراتين. المشكلة انه يحتاج الى بيض ديناصور 20، وانا الى الان ما عندي العدد الكافي باني ابني هذا، عشان نجربه ونشوف هل هو راح يستطيع من مساعدتنا في تفقيس البيض بكل أمان وبدون مشاكل وبدون إشعال نيران ويعني تدخلات من عندنا بطريقة ما نقول بدائية، بطريقة المعتادة. على العموم أتمنى أن حلقتنا اليوم كانت فيها فوائد كثيرة وكانت ممتعة وكانت مثيرة. لا تنسونا من الضغط على زر اللايك، ويا جماعة الخير في مشكلة عندنا، ان في مشاهدات ولكن ما في اشتراك في معنا في القناه،
وهذا احيانا ما اقول انا يسبب لي احباط، لان راح يكون ان شاء الله الاستمرارية بطرح حقيقة الحلقات ان شاء الله عن لعبة ارك او عن اي لعبة ثانية مستمر. ونتمنى ان شاء الله كل مشاهدينا انهم يشتركون معنا حتى يدعمونا، ونتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق وفي امان الله.